السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة. اليوم ان شاء الله غادي نديروا اللوز مالح، طريقة سهلة وبسيطة ودغيا كيوجد. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نبداو على بركة الله. عندي هنا واحد الرابعة ديال اللوز، كل واحد ديال القدر اللي بغى. وعندي جوج معالق ديال الملحة، وعندي خمسة المعالق ديال الماء. غادي نجيب واحد السلافة، غادي ندير جوج معالق تاع الملحة. اللي ما يبغيش الملحه كثير ولا كثرش الملحه ينقص. وهنا عندي من خمسة المعالق ديال الماء. هاد المعلقه انا ما كنتهزش، عندي بزاف الا كانت الغارقه ديروا خمسة، انا غندير ستة حتى ما غارقاش بزاف. غادي نذوب هاد الملح مزيان ما تبقاش تبان. هي الطريقه راه مختلفه على هي الطريقه ديال اللوز، كما قلت لكم مختلفه على كاوكاو. واحد الاخت قالت لي واش ممكن دير لنا كاوكاو معسل، اللوز معسل. اللوز معسل نفس الطريقه ديال الكاوكاو، ديريها اللوز. وغادي نبدا نرش داك اللوز ديالنا هكا بديك المويه كامل، وغنديرو في الفران. ولكن ما غنسهاش عليه، مره غنحل الفران ونحرك اللوز. نحل الفران انا شعلت لتحت، اللي بغى يشعل غداتو في الفران ديال الضو، اللي بغى يشعل عليه الفوق يديرو قريب الفوق، وكما قلت لكم يبقى يحرك ما يهداش عليه. دابا غنحركو هكا. بعد ما كما كتشوفوا تلبس كامل بديك الميه المالحه، غندخلو دابا الفران. كما قلت لكم مره نخرجو ونديه ونجيبو، ومني غنخرجو نوريه لكم ان شاء الله. كما قلت لكم نبقاو نجدو غير هكا، نحركو ونعاود نرجع. صافي هذه هي الخدمه ديالها. غادا معاها هكا، راه هو سخون دابا، شعلت عليه غير جهه وحده باش ما نعطيش العافيه من الفوق تحرق ليا، غير التحت اللي مشعله عليه، ونعطيه الخاطر ويطيب على خاطرو. اللويزات تاوعنا كملناهم، تحمرو جاو زوينين ومقرملين بزاف. انا ديما خصني نذوق، ممكن نصحكم باش تجربو، كيجي هائل وزوين. الى عجبتكم الحلقه ما تنساونيش من جيم واشتراك، وخليت لكم الراحه في امان الله.